مساكم الله بالخير وحياكم الله متابعين إذاعة وتلفزيون المارينا، وحياكم الله باليوم الكروي الحافل ما بين كلاسيكو وما بين قمة إنجلترا. قبل ما نبلش نرحب برواد البرنامج كابتن عادل وكابتن محسن غانم، حياكم الله. الله يحييك، مساء الورد على الجميع الحضور والمشاهدين والمستمعين. أحب أمسي عليك يا مالك وأمسي على أبو عبد الله وأيضا على جماهير نادي القادسية اللي فعلا أمس أمتعتنا في مباراة ممتازة، وكان منظر الجماهير يا أبو عبد الله يعني جميل في أرض الملعب. دائما المباراة هذه الملاحظة اللي بتكلم فيها مالك على السريع بالافتتاحية، دائما الملعب لما يكون ملعب تحس الإعلانات بشكل مميز والجماهير نازلة والملعب مرتب، حتى لو المباراة عادية راح تشوف كمنظر جمالي المباراة حلوة. صحيح، استمتعنا استمتعنا. وطبعا اليوم يوم كروي حافل مليء بالمباريات ومليء بالمفاجآت. إن شاء الله بننطلق بعد قليل مباراة برشلونة وريال مدريد في مباراة يسعى الطرفان لفض الشراكة، ومن بعد مباراة ليفربول والمان سيتي في قمة كروية. وقبل ما نبلش راح ندش في الموضوع المحلي، عطنا يا ميرو انترو الدوري الكويتي. دورينا الممتاز. الكويت محاولة مرور موجودة، تدخل صراع أمام الله. لا 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 يستسلمون، لم يرموا المنديل بعد، إنه العميد. فلانتي الدوري الكويتي. في الجولة السابعة استهل النادي العربي مشواره بفوز في هذه الجولة، ومن ثم تعادل نادي كاظم مع نادي التضامن. لكن في القمة، قمة الجولة هذه العربي الكويت والقادسية انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. القادسية ظهر بشكل مميز. أبو عبد الله، ايش رايك بالمباراة؟ القادسية فاز الجميع امس، يعني بصراحة خلينا نكون واقعيين، الكل كان متوقع ان الكويت راح يظفر بالثلاث نقاط، لكن القادسية فاجأ الجميع مثل ما قلنا بحضور الجماهير الكبير، دعم الفريق وبتطور الفريق من مباراة لمباريات، خصوصا تحت قيادة بنيك. شفنا أمس التشكيل الصح، شفنا التنظيم الدفاعي على أعلى مستوى، شفنا تراقب تقارب خطوط، شفنا إغلاق المساحات على نادي الكويت الخصم، يعني تظهر لك قراءة المدرب. وهذا اللي احنا كنا نعاني منه في المباريات السابقة وكنا نتكلم عنه، يعني احنا ترى مو مستانسين وايد بان احنا في هالوضع هذا، لكن في نقطة مهمة في البعض، يعني مثل اللي ما ادري يعني يطنزون ولا القادسية الثامن، لما تيجي حق ترتيب الجدول تلقى بين القادسية والكويت خمس نقاط، فهذه نقطة المفروض يعني ما ادري اذا هم متعمدين ولا لا، لا هم هل بيقللون من الاداء القادسية امس؟ البعض يعني انا بصراحة ما عجبني بتصريحاته وبدون ذكر اسماء ان القادسية لا زال في المركز الثامن وان القادسية صارع الهبوط. وعبد الله يعني نقدر نقول ان القادسية ممكن اصلا يدخل على سباق اللقب؟ مالك انت لما تي حق نظام الدوري هالموسم هذا، يعني هذا شيء غريب في العالم اتوقع في دوريات. شوف النظام مفتوح مو مفتوح، يعني انا ممكن اقابلك ست مرات في الدوري اربع، ممكن اقابلك في الكاس مره يعني في الدوري خلنا من الكؤوس مباريات الدوري، ممكن انا اقابل الكويت في عندي قسم ثاني صحيح عادل. وفي عندي مرحله ثانيه اللي هم ضمن التصفيات اللي تكون اخر شيء، اي هذا راح يكون ايضا من قسمين راح تلعب معاه مره، فاكيد الكل مجاله له فرصه كبيره، المجال مفتوح. عادل كان ودك تضيف تعليق؟ شوفوا الأمانة القادسية تطور بشكل ملحوظ في المباراتين الماضيتين. أولا أنا أقول دائما إذا كان في تعقيد في مستوى فريقك لابد أنك تعود إلى الأساسيات، نادي القادسية عاد للأساسيات في البداية، عمل على تقارب الخطوط وهذا أمر واضح شفناه في المباراة. اثنين، القتال على أي كرة، القتالية أمر واجب على أي لاعب، لأن اليوم
يمكن ابو عبد الله يعرف هذا الامر، انت ممكن تكون مو بيومك، التمريره خاطئه، التركيز، استغلال الفرص، الامور الفنيه ما تكون بيومك، لكن القتاليه ما فيها يومك ولا مو يومك، الجري وخلف الكره ما فيها يومك ولا مو يومك، التحديات واحد ضد واحد والاندفاع البدني ما فيها يومك ولا مو يومك. صحيح. نعم. فهذه الامور اعادها سيد بونياك، وشفنا نادي القادسيه يلعب بشكل جيد في هذه المباراه، بالاضافه الى انه هو بدا من وجهة نظري يحط اللاعبين بمراكز مناسبة لهم. يعني أنا من وجهة نظري اليوم في تشكيلة القادسية لازم عودي يكون على الظهير الأيمن، لازم تراشي لازم يلعب أساسي، يعني كوسط ما ينفع كجناح وغيره، مو ما ينفع، هو عنده القدرات، التوظيف لكن الأفضل أفضل توظيف له الأفضل، لأن لا يملك هو اللي كان مع نادي النصر، يعني نفس التوظيف بالضبط، عنده الخبرة، عنده القتالية، عنده القوة، عنده كل كثير من الأمور، خبرة كبيرة في الدوري الكويتي، فبالتالي إذا تلعبه كظهير وهو راح يساهم في العملية الهجومية، راح يساهم في التحولات، راح يساهم أيضا في التحول من الهجوم إلى الدفاع في عن طريق الضغط العكسي، فبالتالي نادي القادسية عاد إلى الأمور الأساسية في كرة القدم، فشفنا نادي القادسية مع السيد بونياك بشكل أفضل، وأمس فعلا هو كان الفريق الأفضل. كابتن شوف، مع التنظيم، مع التنظيم ومع التطور في الأداء من مباراة مباراة، في نقطة مهمة أنا وايد استانس منها أمس، واللي أنا خفت منها إنه بعد ما سجل القادسية هدف التقدم صج رجع الكويت بسرعة، لكن أنا كنت خايف من الربع ساعة الأخيرة هذا. ليه؟ بس شفت القادسية مبادر، فاجأني القادسية بالمستوى البدني العالي بصراحة. زين كابتن عادل، هي فترة قصيرة لبونياك، يعني هو ما كان موجود في فترة طويلة، بالفترة القصيرة هذه شنو أضاف بونياك؟ هذا اللي قاعد أقوله أنا، أعاد إلى الأساسيات، حط اللاعبين في مراكزهم، لعب برسم فني تكتيكي خططي يناسب اللاعبين، بالإضافة أن عاد الروح للاعبين، ودائما عملية تبديل المدربين يصاحبها دفعة معنوية، دائما اللاعبين الموجودين سواء الأساسيين أو الاحتياط يصير عندهم شعور أن لابد علي إثبات الوجود من جديد، لابد أني أثبت نفسي أمام المدرب الجديد، على عكس مثلا لما يكون في مدرب صار له سنة أو سنة ونص تحس أن اللاعبين الاحتياط مثلا اللي استسلموا للوضع. هي في نقطة حلوة كابتن عادل، اليوم اللاعب عبد العزيز وادي نشوف في إشادة كبير من جماهير القادساوية، وأنا بوجهة نظر أنه هو يستاهل صراحة، يعني اللاعب يعني ظهر بشكل جدا مميز، قتالي في آخر مبارتين، البوس كذلك يعني ظهر بشكل مميز، يعني شنو برافو يعني برافو عليك مالك، انت اخترت اثنين من اهم العناصر اللي اعطوا طاقه للفريق. اليوم قبل ثلاث اربع مباريات كنا نتكلم ان نادي القادسيه فريق اعمار اللاعبين الموجودين في الملعب متوسط الاعمار عالي جدا، وكلهم لاعبين مميزين، لكن انت لما تيجي تتكلم عن ان لابد ان يكون هناك في طاقه، في سرعه، في قوه، في حيويه، لابد انك تطعم الفريق بلاعبين شباب. فاليوم دخول البوس، دخول عبد العزيز وادي، دخول الشبيب احمد الشبيب، عيد يعني دخول عيد فعلا. ايضا في موجود الدوسري، نادر يلعب اساسي، صحيح عيد في بعض، هذا اللاعبين اعطوا حيويه لفريق القادسيه، بالاضافه للاعبين الخبره الموجودين مثل بدر المطوع، هو اللي يقدر يقود المجموعه بشكل عام. ايضا لا ننسى سدرك، امس قدم مباراه مميزه، اليوم لما نتكلم انه محترف يكون له بصمه، امس كان له بصمه، حتى لو لم يوفق في تخليص الكرات او تسجيل الاهداف، لكن تحركاته كانت خطره، تحركاته سببت صداع للاعبي نادي الكويت، فبالتالي اغلب لاعبي نادي الكويت لما الكره تكون فيها تحول من دفاع القادسيه لهجوم القادسيه كانوا يتراجعون لخطوط عميقه ويعطون مساحات اكبر لبدر المطوع، وهذا بسبب من؟ بسبب توظيف سدرك ووجوده مع اخر لاعبين من لاعبين نادي الكويت. ايضا نحتاج ترى لهداف، لان امس لو كان عندنا هداف او بديل بالمستوى الجوده الموجوده كان الفرصتين اللي حق نايف زويد هذه اهداف. صحيح. يعني شوف في مباريات مثل هذه هو حاسمه ومهمه، قاتية امس لو فايز كان راح يكون الثالث وراح يكون بينه وبين الاول نقطتين، هل يقول لك تقارب 8 فرق بالنقط؟ لذلك القادسية أمس أنا من خلال البرنامج أعلنت أنه لازم يبحث من الآن على محترفين أفضل منه، لأن السيد بونياك ما اختار اللاعبين، مهاجم يشكل ثنائية مع سيدريك هنري ولا مهاجم مختلف. شوف أنا سيدريك ما هو هداف، ممكن تستفيد منه المساحات، السرعات، لما كان مع فعيل كان يصنع أكثر ما يسجل، وكان يسجل على الفرق الكبيرة، يصنع أمام فرق كبيرة. أنت بالقادسية أنا منذ سنوات وعبر هالبرنامج وعبر برنامج الديربي كنت دائما أطالب، والناس تقول لي أنت وايد كنت أطالب بمحترفين خاصة في هداف المقدمة، يعني راح يفرق معك الغزارة التهديفية اللي ضيف النادي القادسية. يعني شوف أمس ترى عمره مو هداف، ترى ما لعب الكويت صاد له فرصة واحدة بس أمام التكتل هذا والتنظيم الدفاعي، هفوة واحدة سجل منها
لذلك امس نادي القادسيه بنيك امس لما اقول حجم نادي الكويت منع الكويت من حتى يخلق فرص، وهذا اللي ساعد بنيك امس انه يطلع بنتيجه ايجابيه، ولولا عدم التوفيق من زويد كنا طلعنا فايزين. مو بالضروره يضيف مهاجم اساسي، ممكن يكون لاعب احتياط، لكن عنده الجوده في تعتمد يعني على مجريات المباراه او احداث المباراه او خصائص الفريق. بالضبط. بالفعل كلامك ابو كابتن عادل. انا يعني بسال ابو عبد الله في عتب من القدساويه واصل لي يقول انت توقعت التعادل مع السالميه وتعادل القادسيه، وتوقعت التعادل مع الكويت تعادل، يقول ليش ما توقع الفوز؟ ما اتفق، احنا ما في عواطف في اللعبه هذا، انا ودي يعني واقعي انا امنيه ودي افوز كل مباراه اكيد ما في شك، بس انت من الواقع لازم ما تخدع الناس، من الواقع اللي تشوفه هذا القاتل يعني هذا. انت حكم بالتوقعات قياسا طبعا. انا بصراحه اكلمك يعني ما اجامل اقول لك في ظل الظروف هذه والقراءه هذه اطلع مع السالميه الكويت مو خسران، هذا شيء ممتاز، لكن الاداء اللي امس قاعد اقول لك فاجئنا والحظ ما وقف معنا. خطوه في الاتجاه الصحيح نقدر جدا نقول. جدا خطوه في الاتجاه الصحيح. نعم. كابتن عادل بسألك عن نادي الكويت، في انتقادات يعني على المدرب طبعًا. على الاختيارات، يقول الأداء كان هزيل، مو هذا نادي الكويت، يقول يعني في المشاركات الأخيرة اللي جمعت نادي الكويت ونادي القادسية، نادي الكويت دائما يظهر يعني بتفوق، يفوز باستحقاق، شنو رأيك على هالكلام كابتن عادل؟ شوف نادي الكويت دائما يعني من فترة طويلة دائما مبارياتها مع نادي القادسية يعقدها على نفسه، اليوم في بداية المباراة شفنا أمس تبادل مراكز اللاعب العراقي شيركو على الجهة اليمين اللي كان يلعب جهة اليمين، وعموري على الجهة اليسار المباريات الماضية، مباراة أمس بدلهم بداية المباراة، أنت اليوم عندك لاعبين قاعد يلعبون بشكل مميز وجيد في مراكزهم، ليش تغير مراكزهم؟ ممكن أفهم أثناء المباراة هذا اللاعب ما يتفوق بالصراعات مع الظهير، وهذا اللاعب ما يتفوق بالصراعات مع الظهير، وتقوم تبدلهم علشان تصنع صراعات أخرى وقد تفيد الفريق، ولكن لما يكونون بالأساس أهما يلعبون ومتميزين في مركز وتغير مراكزهم، أنت اليوم أثرت على المنظومة والمجموعة. النقطة الثانية، نادي الكويت قاعد يغير بالرسم التكتيكي بشكل مبالغ فيه، اليوم لما تكون المباراة فيها سجال وأنت تقوم تشيل لاعب من وسط الملعب وتحط مهاجم، أنت فرغت وسط الملعب من لاعب، فبالتالي أعطيت أفضلية للأندية القادسية للاعبين الأندية القادسية وزيادة عددية في عمق الملعب. فاليوم هل أنت بتعتمد على الكرة المباشرة مع أن نوعية اللاعبين الموجودين ما يلعبون على الكرة المباشرة؟ فبالتالي أنت هذا التبديل أفهمه، أو هذه 4-4-2 اللي لعب فيها في نهاية الشوط الثاني الكابتن رادان، لو بادي فيها المباراة أفهمها. ليش؟ لأن الأجنحة تكون طاقتهم لحد الآن في أعلى مستوياتها، لكن بعد استنزاف طاقة الأجنحة وتقوم تضيف لاعب مهاجم وتلعب كرة مباشرة، يعني الأجنحة ولاعبين الوسط يجب عليهم الجري لمسافات كبيرة، فهني أنت في آخر 20 دقيقة صعب تطلب من اللاعبين هذا الأمر. فهناك كثير من الأمور التكتيكية والفنية اللي ما استفاد منها السيد رادان. نقطة أخيرة، تعامل نادي الكويت مع إبراهيم كميل تعامل جدا غير جيد، هو أخحمه يعني في آخر الدقائق يعني بالضبط، يعني ممكن الوقت ما يسعف، مش هذه المباراة. اليوم نادي الكويت قاعد يخسر موهبة مثل ما أن عمر عبد الفتاح قاعد يسجل ويصنع ويسوي، عندنا على الجهة الثانية كميل إبراهيم كميل كان ممكن يكون في نفس الدور، قاعد نجيب محترف جيد اللي هو شيركو، لكن ما هو المحترف البارز فليش يعني أنا لعب لاعب بالضبط، ليش لعب لاعب محترف مكان لاعب محلي أفضل منه؟ أيضا رادان يتحمل أمس، شوف لاعب محور واحد بالرحمة، وهو يتحمل الهدف، لو كان القادسية في حالته الطبيعية في الشق الهجومي كان ممكن يسجل أكثر من هدف. بالفعل كان ممكن نادي الكويت والأرسنال تقدم الآن، وأرسنال حاليا متقدم بعد ما كانت الكهرباء طافية على الملعب وتعثروا يعني بسبب الفار. عموما احنا عندنا بريكين، بريك إعلاني ومن ثم بريك ديني، ونستكمل حديثنا اليوم. عودة من جديد، برنامج بلنتي لتغطية مباريات الدوري الكويتي وكذلك قمم اليوم. بنتكلم عن الدوري الكويتي، العربي يحقق ثاني انتصار له هذا الموسم على الفحيل بصعوبة تامة. هل نقول 3 نقاط ثمينة والعربي قادر على تعديل مسار كابتن محسن؟ طبعا العربي قادر، يعني لا تنسى العربي لا نوصل للمركز الثالث في 10 نقاط، وأيضا لما ترجع حق العربي في مبارتين يعني يعتبر أنهم في المتناول، تضامن الساحة لضع 4 نقط،
كان ممكن العربي يكون اليوم بال14 نقطه مع الكويت. لكن في انا شايف ان المدرب نفس بنيك يعني ايضا ما اخذ وقته، يمكن هاي ثالث رابع مباراه له، نفس ظروف القادسيه مو بعيد عنها، ولذلك تلاقيهم في نفس الترتيب ونفس النقاط. لكن العربي يحتاج الى الاستقرار. العربي قلت لك انا هذه نقطه مهمه، اي غير لاعبين كثر، غير محترفين، غير اكثر مدربين. من مره اي حتى على المستوى المحليين، فالفرق هذه الكبيره تحتاج الى استقرار. يعني شوف النادي الكويت رغم انه ما قاعد يؤدي ذاك الاداء لكنه مستمر وبالصدارة الآن بسبب وجود بعض العناصر المحلية اللي ثابتة، والعناصر اللي ثابتة في نادي الكويت هذا يمكن أدى أن نادي الكويت يعني يظهر على الأقل أنه يحصل نقاط. أنا وجهة نظري الكويت الأكثر استقرارا، والكويت عنده أكثر من المستوى هذا ومستوى، لكن هذا اللي فائدة في ظل الدروب لجميع الفرق أنا قاعد أشوفها متراجعة فعلا. يعني أنت تلقى يطلع لك الكويت الجارة السالمية من أسوأ المستويات صراحة، كاظمة، تراجع، تعادلات كثيرة، صح في عندهم أمور يعني فنية كثيرة كافية عند المدرب يعني سوء على مستوى اللياقة في طبعا بداية عشان كذي تشوف الفرق كلها متقاربة باستثناء يعني حتى التضامن عنده 6 نقاط، تضامن يفوز فوز واقف يفوز على القادسية يصير 9 وياه، لا تزال يمكن النقاط يعني متقاربة، مع أن احنا وصلنا الجولة 7. كابتن عادل فحيحيل بقيادة فراس الخطيب مبين ان النادي عنيد نتصعب صراحه، النادي ظهر بشكل جدا مميز. دائما نقول احنا غالبا الفرق انعكاس لشخصيه المدرب، نشوف ان نادي فيحيل من الفرق اللي تبادر وتحاول تسجل وتحاول تضغط وتحاول يعني تحرج المنافسين خصوصا المنافسين الكبار، فبالتالي هذا انعكاس لشخصيه كابتن فراس. كابتن فراس بطل، كابتن فراس هداف الدوري التاريخي الدوري الكويتي، عنده خبره كبيره، وقاعد نشوف انه هو جريء في تبديلاته، جريء في اختياراته، جريء في توقيت الضغط على المنافسين، وايضا قاعد يسجل. ولكن يبقى نادي فاحيل كعمق في الجودة لا يساوي نادي العربي، نادي الكويت، نادي القادسية اللي يقدرون يغيرون المباراة في الشوط الثاني عن طريق التبديل. هذا ما يعني يعيب نادي فيحيل أو ما ينقص الكابتن فراس من ناحية الأدوات. لو كان عنده أدوات أفضل كنا ممكن نشوف بعد نادي فيحيل يقدم مستويات أفضل ويحقق نتائج أفضل. بالفعل طبعا برافو عادل. برافو كابتن فراس، ترى أنا من الناس واعترف قدام الشاشة أو قدام الجماهير، أنا من الناس اني كنت أقول يعني الفرصة ليش نعطيها حق مدرب مثلا عربي أو هذا، كل ممكن نعطي الفرصة حق مدرب كويتي، ولكن اليوم فراس أثبت أنه هو مدرب قدر على قدر المسؤولية، وأيضا هو ممكن يكون أحد اكتشافات الدوري الكويتي، وهذا شيء مميز. بالفعل يعني هو كمدرب صراحة مقدم أداء جدا جميل مع نادي فيحيل، وهذا كان حديثنا عن الدوري الكويتي. وننتقل عن قمة اليوم واللي حاليا احنا ناخذ النتائج من ميرو. ميرو هو شغال لايف، حطنا انترو الدوري الاسباني. ميرو فالنتي الدوري الاسباني، مثل ما انتم شايفين الدوري الاسباني حاليا احنا شغالين، والنتيجه واضح انها سلبيه. اميرو عدل ماكو شيء، نتيجه ماكو سلبيه الى الان لحد الحين. مدريد 1-0، مدريد 1-0، بنزيما بنزيما كريم بنزيما قبست يا ميرو، كريم بنزيما يسجل الهدف الاول. يا ميرو انت متاخر هاي، ميرو الظاهر ان البث متاخر يمكن دقيقه ولا شيء. 1-0 صح، 1-0 تشكك في لا مصادر عادل، عندي مصادر قويه. انا ايش قلت لك مساء؟ كم النتيجه قلت لك؟ 3-0. هو موثق بسناب عادل، هذا الاول يعني اللي عنده مثلا استفسار ولا شيء سناب عادل، هذا الاول 3-0. عشان كذي لازم نذكر بارقام البرنامج، نذكر بارقام البرنامج 22-20-90-4 22-20-90-4. كابتن عادل انا مشتاق اسمع بصوتك، انا ودي اسمع جماهير ريال مدريد وتفاعلهم مع الهدف ويشرحوا لنا الهدف، لان احنا ما قاعدين نشوف المباراه، احنا مو قاعدين نشوف. أيوة يعني والله. ممكن اذا احد عنده شرح ولا شيء. أيوة مو شايفين احنا لحد الحين ماشيين على لايف. ميرو المضروب متاخر يمكن 20 دقيقه، معلش يلا ما اخره متعب. ميرو شكله يتابع صدق، يدري انه يا جول بس سكت. لو برشلونه انا برشلوني ها كريم بنزيما كريم بنزيما هذا الاول، وفي جولين بعد جايين، في جولين. اي نعم، انا اقول برشلونه يعود من ضمنهم فينيسيوس، انا اقول برشلونه يعود من مباراه صعب جدا، نقول برشلونه بيعود صعب جدا. تحدى نعم، سجلوا هذه حق واثق انا فريقي، انا اقول برشلونه يعود في المباراه وتشافي يرد عليك، راح يتلقى اهداف
الثاني والثالث. لا ليفاندوفسكي راح يرد على بنزيما ويسجل. انا شاكك بالاثنين راح يكملون المسيرة. انت عاطفي ابو عبد الله. لا لا مو عاطفي. لا 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 ابو عبد الله. عبد الله الحين نحرج عادل. نحرج اطلاقا عادل. ما في عاطفة الحين نحرج عادل. عادل هذا السؤال موجود. برشلونة قادم من تعثر امام الانتر وحظوظ أسمع ضعيفة في التأهل، لكن تشافي صرح أن كلاسيكو غير متوقع، خصوصا أن السنة اللي طافت برشلونة فاز مع أنه يمكن توقعات أكثر شيء كانت ريال مدريد. شنو ردك؟ والله أنا مع تشافي، ولكن المشكلة أنهم قاعد يلعبون بالبرنابيو. لو قاعد يلعبون في الكامب نو الموضوع يختلف. عودة برشلونة حتمية لازم تكون في هذه المباراة على المستوى النفسي والذهني. اليوم برشلونة يحتاج بعد المباريات الماضية اللي خسرها سواء مع بايرن ميونخ مع انتر ميلان مع المباريات هذه، يحتاج إلى مباراة من المباريات الوزن الثقيل نحقق نتيجة إيجابية فيها. والنتيجة الإيجابية مو بالضرورة تحقيق الفوز اليوم على التعادل. التعادل تعتبر نتيجة إيجابية. عادل ذكر يمكن موضوع عام الأرض والسانتياغو برنابيو. يمكن آخر 5 زيارات لبرشلونة حقق الانتصار 4 مرات في البرنابيو. فالبعض يقول لك ان عام الارض في الكلاسيكو ما يهم. ايش رايك؟ لا ما يهم. انا في 2017 في الموسم اللي خذ الدوري والابطال ريال مدريد خسر مباراه امام برشلونه انا حاضرها، وسجل هدف ميسي في الدقيقه الاخيره فازوا 2-1. فما له شغل الملعب وال طبعا وذاك التاثير على الفرق هذه. خو ميسي متعود على ملعب. لا انا اذكر واقع حادثه. طبعا احنا ملوك اوروبا وملوك اسبانيا يعني عبد الله. نذكر حادثه من ميسي. منو اكثر لاعب مسجل بالبرنابيو؟ والله ما ادري. مو لاعب مدري. ميسي مقول اكثر. واكيد رونالدو مقول على اسمه اكثر شيء. بس المعلومه عند عادل. عادل يقول لك ميسي انا مسجل. انا اتكلم عن طبعا مو لاعب مدريد، اتكلم منو مسجل اكثر لاعب على ريال مدريد في البرنابيو من باقي الفرق. يعني اكيد ميسي، لانه مر فتره طويله يعني كان البعض كان يقول ان هذه يعني البرنابيو يعني يعتبر حديقه ميسي، يعني كان الحديقه خلف البيت يدخل الملعب ويسجل. هذا 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 رايهم هم. احنا نقدر نقول بعد رونالدو نفس الطريقه. نفس الطريقه رونالدو مورينيو لما جاء اسبانيا كسر احتكار غوارديولا في 2012. رونالدو رفيجك مو قادر يقول يعني الحين. لا خلاص ايش دعوه عاد يعني مانشستر صار لهم فتره يلعبون زين. من قام يلعبون رونالدو عادل وينه حاليا؟ رونالدو وين الحين؟ اوكي ما قاعد يلعب. لاعب اساسي اليوم مو مقول. لعب باللعبه اللي طافت ما قول. هدف 700 ما قول. اللعبة اللي طافت اللي سجل فيها. اللعبة اللي قبل اللي طافت. اي لعب اليوروبا ما قول. قاعد يلعب اساسا. هي شغالة. صار خمس لعبات. مانشستر نيوكاسل متعادلين سلبي. الفترة اللي طافت. يقول اليوم. من معه؟ مع نيوكاسل. دقيقة 71:00. يعني تقريبا 19 دقيقة. سجلها عندك. ها شنو؟ آخر 5 دقائق. آخر 5 دقائق جول. شوف إذا ما تبدل يعني. لا ما راح يتبدل راح يقول. زين. أقول لحظة. تفضل عادل. الحين الدقيقة 72 لكن طلعوه الدقيقة 72 تبدل 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 بهاللحظة بهاللحظة يا عبد الله. عبد الله لا سؤال. لا توقعات سؤال وياك. الحين المدرب طلع انا ايش در انا نفس الدقيقة نفس الدقيقة لانه ما قاعد يلعب عشان شي مسجل جول واحد بنفس اللحظة. لا هذول خلاص. وين ودي تصريحك الحين؟ هذول المفروض اثنين مشكورين خلاص. هذا دليل انه ما لعب زين. ما قاعد يلعب اصلا. قاعد يلعب اساسي 70 دقيقة. فريق ما يساعد. ما فريق ما يساعد. زين ابو عبد الله انت ذكرت موضوع كريستيانو وذكرت الاحتفالية. تشواميني قبل المباراة سألوه يعني شنو أكثر شيء يذكره في الكلاسيكو، ذكر أن احتفالية كريستيانو 2012 لما سوى الكالما. تذكر السنة اللي أخذ فيها الدوري، ايش رأيك؟ هذه قلت لك أنا مساء هذا لما جابوا مورينيو لكسر احتكار غوارديولا برشلونة. بس أخذ 5 من أول مباراة. خليني أسولف أنا قاعد بقول لك. بس بقول لك شغل. لما جاء اكل 5 عدل وسالوه قالوا له انت جاي اساس تكسر احتكار غوارديولا وبرشلونه 5 شو خسرت؟ قال له ما انا طحت وما حطيت ايدي. هذا الرد يعني سقوط حر. اي هذا الرد. الموسم اللي بعده خذ في الكامب نو خذ الدوري وريال مدريد يا عادل عن طريق رونالدو فاز بالمباراة وتوج بطلا للدوري الاسباني. لذلك من بعدها انا سمعت ما ادري ان منعوا الحركه هذه. سمعت. لا هم طالبوا لاعبي برشلونه طالبوا بمنع الحركه. أيه لكن ما لم تمنع. لان وايد ضايقتهم. ضايقتهم. احنا ودنا نشوف تشكيله الفريقين. اعتقد صديقنا حسين مجهز التشكيله على اساس نشوف تشكيله ريال مدريد
وتشكيلة برشلونة. كابتن عادل، شوف هذه تشكيلة برشلونة، ايش رايك بالتشكيلة اللي موجودة؟ تشكيلة برشلونة مثل ما احنا شايفين بالشاشة، حارس المرمى تير شتيغن، خط الدفاع من اليمين الى اليسار سيرجي روبرتو، كوندي، إريك غارسيا وبالدي على الجهة اليسار، الثلاثة في وسط الملعب، بوسكي رقم 6، فرانكي ديونغ وبيدي هم الرقم 8 يعني حوالين بوسكيتس. في خط المقدمة الثلاثي الخطير رافينها، ليفاندوفسكي، ديمبلي. والله أنا حاس إن ديمبلي بيشخط ثلاثة أربعة شيء يسجل. والله ديمبلي إذا بيسوي نفس لعبة الأنتر بيحتفظ بالكرة وايد، لو يستغل الأطراف ويعرض الكور لليفا راح يكون أخطر وأسرع من ممكن يعودون للمباراة. بس مباراته مع الأنتر وايد كان يحتفظ بالكرة. وكابتن عادل، هل في عندك تعليق على تشكيلة نادي برشلونة؟ لا يعني تشكيلة متوازنة، يعني عودة كوندي هذه محتاجينها لأن الإصابات في الدفاع مؤثرة جدا. بالفعل عدل كلامك كابتن عادل. احنا عندنا بريك، وبعد البريك نستكمل الحديث وبنحلل تشكيلة نادي ريال مدريد. مستكملين حديثنا عن الدوري الأسباني وعن الكلاسيكو اللي حاليا متقدم فيه ريال مدريد 1-0 عن طريق بنزيمة. بنشوف تشكيلة نادي ريال مدريد ونحلل مع محللين المميزين والكرام. كابتن محسن غانم الحين تظهر لنا تشكيلة نادي ريال مدريد لهذه المباراة. مثل ما انت شايف كابتن محسن، شنو رايك بالتشكيلة؟ احنا نلاحظ يمكن لونن في حراسة المرمى بدل من كورتوا، الدفاع مندي، ألابا، ميليتاو، كارفخال، خط الوسط تشواميني، مودريتش، كروس، وفي المقدمة فينيسيوس، بنزيمة، وفالفيردي. رايك بالتشكيلة؟ هذه التشكيلة الأساسية لأنشيلوتي غالبا ما يلعب فيها. عند أنا أشوف يعني أخاف من نقطة الضعف للحارس، ممكن لو حدث نتيجة غير إيجابية لا قدر الله اليوم خطأ منه، لأن لينون في ثلاث فرص في مبارتين دخل عليه هدفين، فهذا اللي خوفك منه. أكثر ما أطمن منه أن فالفيردي يكون ثالث في الهجوم ويكون رابع في الوسط ويكون خامس في الدفاع. اللاعب التكتيك اللي على مستوى هو اللي ريحني أمانة وجودة، مع طبعا كامل احترامي للخبرة الموجودين في الوسط وفي الدفاع. عودة بنزيمة وتسجيله اليوم هدف، هذا شيء متوقع لما يملكه بنزيمة كأفضل لاعب إن شاء الله إنه يتوج بكرة. فينيسيوس أكيد إنه راح يظهر بصورة مشرفة في المباراة هذه، واكيد راح يكون تحت الرقابه. وعبد الله فينيسيوس، على طاري فينيسيوس، يمكن هم دائما يقولون برشلونه ان اراوخو من افضل المدافعين اللي تعاملوا معه، لكن اراوخو في الكلاسيكو هذا غايب، ممكن يغيب عن كاس العالم. واحنا نذكر اذا هو بيغيب عن كاس العالم احنا موجودين، احنا موجودين، ايه احنا موجودين، لكن انت على طاري فينيسيوس يعني تشوف بياخذ اريحيته اليوم؟ بياخذ اريحيته، ليش؟ انت قاعد تتكلم من لاعب ضد لاعب، لاعب يراقب لاعب، هذه بالنسبه حق فينيسيوس اسهل ما يكون. لكن التكتيك الدفاعي المفروض يكون من المدرب لإيقاف خطورة هذا اللاعب، وليس أني أنظر أن اللاعب هذا راح يوقف عادل. وعبد الله عندنا الكرسي الزايد هناك بكأس العالم، إذا راخو ما يلعب ويا المنتخب ممكن بالكرسي. راح تكون في كراسي، صاير مع مدريد، صاير مع برشلونة، ممكن نحط أكثر من كرسي. كابتن عادل، أنا بوجه لك سؤال عن كورتوا. اليوم غياب كورتوا شنو تأثير على ريال مدريد نفسهم؟ يعني أنت اليوم مثلا كورتوا إذا كان خلفك ممكن أنت عندك ثقة أن حتى إذا ارتكبت خطأ في حارس موجود يغطي على العيوب الدفاعية. نفس الوقت برشلونة يعني ممكن يحط في رأسه أنا ممكن أسدد بالضبط، والتسديد يمكن فرصة أنها تدخل هدف أكبر. الجرأة اللي لاعبي برشلونة أمام حارس أقل من كورتوا ممكن تعطيهم أفضلية في التسديد والاندفاع في استغلال الفرص. صحيح. بالمقابل أيضا لاعبي مدريد قد يتعاملون يعني برعونة لمحاولة الدفاع عن حارس مرماهم، على عكس لما يكون كورتوا أفضل حارس بالعالم حاليا والموسم الماضي، إنه ممكن يعتمدون عليه أصلا بالتصديات. ممكن أنا لاعب لو أشوف انفراد ما أحاول أسوي فاول، لأن أدري حارس المرمى ممكن يتصدى للكرة. في مقابل إذا كان حارس أقل أنا ممكن أعمل فاول وانطرد، ولا يكون في أمر ما من خارج منطقة الجزاء. فبالتالي أكيد حارس المرمى مؤثر بشكل كبير، ولكن أنا أتوقع اليوم بعض الأحيان تكون فرصة للحارس الاحتياط إنه يبدع. ولا ترى أنا يعني أتوقع إذا لينون اليوم بدع يا أبو عبد الله لازم كنا نلبس باتر لينون. يستاهل نلبس لينون، ماشي، يستاهل في حالة يعني الإبداع اليوم. أنا يعني بذكر لك كابتن محسن، قبل شوي شفنا التشكيلة، أنشيلوتي أمس يعني كان تصريحه أن أنا في الكلاسيكو السابق أخطأت أني حاولت أعمل مفاجآت، لكن في المرة هذه
ما راح يكون في اي مفاجآت، واحنا شفنا التشكيله ما كان فيها اي مفاجآت. يعني انت ذكرت ان هذه التشكيله متوقعه، هذه المتوقعه في الكلاسيكو اللي خسر كان قاسي، يعني قاسي جدا، تفلسف وايد في اثناء المباراه، غير طريقه اسلوب اللعب، غير اماكن اللاعبين، يعني ما ادري المباراه هذه شنو كان بباله، لكن فعلا تصريحه انه استفاد من الدرس وانطلق. يمكن ما خسر مباريات، يمكن اذا مباراه مبارتين نادر نخسر، توج بالدوري، خذ الابطال، فهذه مباراه كانت درس. ممكن لو مباراه فريق غير بالكلاسيكو غير برشلونه ما راح تنبهه بذاك التن، لكن هذه خساره راح تظل بالتاريخ. هو دائما يعني هي قاعده، اذا انا عندي الفريق الافضل واللي يمر بحاله افضل انا ليش اغير؟ او الفريق اللي امامي هو اللي يغير. اليوم القادسية لما يلعب ضد مثلا على سبيل المثال سلايبيخات فيحي للشباب، المفروض ما يغير ويعمل عملية مفاجأة، انا العب باسلوبي وطريقتي المعتادة وراح افوز. الفريق الاخر هو اللي لازم يغير، وهو اللي يحترمني وهو اللي يغير وهو اللي يحاول يعمل المفاجأة. انا باثناء المباراة ممكن اغير بعض الامور اثناء المباراة. هذا يثبت لك انه مدرب كبير، لو مدرب ثاني ممكن يكابر، لكنه يعترف بالخطأ. لا يعني حلو أنت اليوم تغير قناعاتك، ومثل ما ذكرنا الكلاسيكو يحمل العديد من العواطف. كابتن عادل يعني عندك تشافي صرح تصريح يقول أنا أكثر مباراة كنت أترقبها هي الكلاسيكو، وكمدرب نفس الشيء. قول تصريحه أن هي أكثر مباراة كان يترقبها الكلاسيكو. أنا طيب راح أقولها بالجهة لو سمحت، يعني إحنا بسبب ما راح تتجرأ تقول التصريح صراحة. إحنا راح أقول التصريح بالطريقة. لا التصريح ما تحت الهواء. قال أن أكثر شيء. لا لا أنا أدري في يدي. يحمس التصريح. بس ما أدري إيش فيهم الهبة هذه. يحمس التصريح. خاصة الأسبان يعني. ولاعبين يعني على مستوى عالي. احنا بنتكلم عن كلاسيكو نفسه. ما يصير نسولف فيها. لا أنا بتكلم عن كلاسيكو. يثيره يعني. نفسيا اللي باري مدريد كابتن عادل اليوم جنسيه يعني لا لا ما قال شيء. هذا موجود يا جماعه ايش فيكم؟ لا يا جماعه هو ما قال شيء، قال بس ان الكلاسيكو اثاره جنسيه، اثاره الاخلاق الحميده. كابتن عادل ايش رايك انت في الكلاسيكو؟ انا اقول الكلاسيكو دائما من افضل مباراه بالعالم اخر 15 سنه. الكلاسيكو الكل ينتظره، المتابعين من كل مكان بالعالم. مثلا انت لاعب سابق في نادي الكويت، فرق ما بين انت عايشت كلاعب وفرق ما بين عايشت مثلا كمدرب. يعني ولكن تبقى التحدي موجود، يبقى المواجهة اللي عليها زخم جماهيري وإعلامي كبير موجود، يبقى خلينا نقول الكلاسيكو او الديربي او الامور الشخصية اللي بين مدريد وبين برشلونة موجودة. فبالتالي سواء كنت لاعب او مدرب او حتى مشجع هي نفس الطقوس، هي نفس الاحاسيس. صحيح. ونفس المشاعر. نعم نعم. عادل كلام كابتن عادل. عندنا اتصال من اخونا حسن، حياك الله. مساك الله بالخير، امسي عليك وعلى ابو عبد الله وعلى الموجودين كلهم. حياك الله. والله العظيم يمكن ابو عبد الله يمكن اكثر واحد سمعني انا تكلمت عن تشافي، يعني هذا الحين احنا بنقول هذه اخر فرصه لتشافي. احنا موسم اللي طاف مسكت من نص الموسم وقلنا عادي تطلع بموسم صفري، هذا الشيء يكون مقبول ومباح ويكون فتره تحضيريه لك، ولكن هذا الموسم انت تطلع من دور الابطال بهالطريقه يعني تقريبا شبه طالع 95%، وبالكلاسيكو الحين حاليا ما قاعد تقدم المستوى زي ما انت بتقدم لعبه الكاس. طموح برشلونه اقوى من بطوله الكاس، فهذه اخر فرصه لتشافي. اوكي تشافي انت لاعب عظيم، اخر فرصه تقصد الكلاسيكو، اخر فرصه لتشافي كمدرب. يعني اذا 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 لابورتا فعلا حريص على على كيان برشلونه، هذه اخر فرصه لتشافي لي في في بس برشلونه. هو بس هو متصدر كابتن حسن قبل المباراه، متصدر مضغوط 1-0، متصدر متى؟ متصدر الاسبوع اللي طاف ومتصدر فرق الاهداف، يعني حتى فشله انا كوني كبرشلوني والله مستحي اقول المتصدر. ممكن عندي مسار ان شاء الله يعدل المسار. احنا قاعد نقول لك هذه اخر فرصه له، طلعت من دور الابطال قلنا ما يخالف. الموسم اللي طاف حسن، الموسم اللي طاف بنفس هذا الوقت وين كان مركز برشلونه؟ مركزه كان التاسع بعدين وصل للثاني هذا. بس يا ابو عبد الله يعني تطور، يعني ليش انت قاسي عليه؟ انا ماني مختلف معاك ان تشافي ابو عبد الله، انا بقول لك شغله ابو عبد الله، انت يعني انت مثلا انت تشجع ليفربول، وليفربول من الانديه الكبيره، انت لما تشجع نادي نفس ليفربول او نادي كبير ما يكون طموحك مركز الثاني، طموحك دائما يكون اللقب او يكون الاول. انا هذا قصدي ابو عبد الله، يعني احنا واصلين مرحله يعني حتى بالابطال صراحه وضع برشلونه مضحك صاير. انا مو قادر على المركز التاسع بايطاليا واساس بالمانيا، فشيء محزن يا ابو عبد الله والله. يعني انت
انت كونك كمشجع لنادي كبير انت حاسب مشاعرنا يعني. بس حسن يعني في اتهامات لك ان انت مثلا متحامل على تشافي، يعني لما وقت يفوز ما اشوف منك اشاده. انا لا لا اخوي انا مو متحامل، انا عندي الكيان فوق كل اسم، انا هاي نظريتي بالتشجيع فقط. والله يعطيكم العافيه عشان اخذ نفس البرنامج. شكرا لك يا حسن. تسلم يا حسن، شكرا لك على اتصالك. ترى الجمهور لا تلومه، اكيد احنا نحترم يعني الفرق الكبيره يعني هذه ما متعوده على انجازات، لا تقول لي مركز ثاني. اكيد ابو عبد الله، يعني بالنهايه الجماهير لهم كل التقدير وكل الاحترام، وكل وجهة نظر يذكرونها احنا نحترمها ونناقشها في البرنامج هذا. عندنا بريك ونرجع نستكمل الحديث. ما في جول ثاني. حياكم الله مرة أخرى وعودة هالمرة مع الدوري الإنجليزي. ليفربول ينتقي مع مانشستر سيتي في الساعة 6:30 قمة في الدوري الإنجليزي، على الرغم من أن ليفربول جريح، لكن ما حد يستبعد أي نتيجة في المباراة هذه. كابتن عادل عندك تشكيلة ليفربول، ودنا تقول التشكيلة وتعقب وتقول رأيك. أوكي، ليفربول يلعب برسم تكتيكي 4-3-3، عادل 4-3-3، يعني الأربع مباريات الماضية لعب 4-4-2. خط الدفاع حارس مرمى أليسون، خط الدفاع جيمس ميلنر العم جيمس ميلنر عباك يمين. كم عمره؟ 37 سنة. غوميز، فان دايك، روبرتسون. روبرتسون يعود إلى التشكيلة بعد انقطاع. في خط الوسط هارفي إليت، فابينهو، تياغو. خط المقدمة صلاح، فيرمينو، دييغو جوتا. نشهد غياب منه نونيز. فيعني في جيم بلان حق الشوط الثاني إنه يشارك فيه، يمكن بالشوط الثاني أو يعني اللي هو نذكر. رأيكم مشاركة إليت كابتن عادل؟ أنا من وجهة نظري إن إليت قدم مباراة ممتازة المباراة الماضية. المباراة هذه جدا صعبة على إليت. أنا أشوف المباراة هذه جدا صعبة على إليت، وأتوقع أن هندرسون لو لاعب للصلابة الدفاعية أفضل، ولكن خلينا نشوف شنو يقدم. لكن يعني من وجهة نظري أن المباراة صعبة جدا على إليت. هذه المباراة يعني سلاح ذو حدين، إما أن يكون إليت أحد نجوم المباراة، وإما أن المشجعين ممكن يحطونه كبش فدا. أنا ملاحظ يمكن لاعبين لا محجوز كبش الفدا حق ميلنر. ميلنر أو غوميز، ميلنر أو غوميز واحد فيهم. كنت تشوف ممكن في حل ثاني غير ميلنر؟ يعني الليفربول يقول خاص إحنا ما نبي نشوف ميلنر. كوناتي غير جاهز، فأنت إذا بتلعب غوميز على اليمين لازم تلعب فابينيو قلب دفاع، وفي وسط الملعب مثلا يكون هندرسون مكان فابينيو. السنة اللي قبل سنتين جربنا فابينيو في قلب الدفاع، ما مشت الأمور بشكل جيد. فاليوم عندك لاعب متعود يلعب باك يمين اللي هو ميلنر، مو قد الطموح، يؤدي مباريات سيئة نعم، ولكن هو لعب كثير من المرات كظهير أيمن، حتى أمام السيتي السنة اللي طافت في القسم الأول لعب باك يمين. ما تحس أن مباراة الموسم اللي طاف اللي كانت في أنفيلد تخيف الليفربولية هالمرة، خصوصا نشوف من ما نحتاج المباراة فودين. يمكن عبد الله يعني يتفق معي، ما نحتاج مباراة الموسم اللي طاف علشان نخاف هالموسم. مستوى لاعبي ليفربول هذا الموسم، مستوى الفريق هذا الموسم مخيف. والنتائج والأداء اللي قاعد يقدمه ليفربول هذا الموسم كفيل انه يخلي لاعبي ليفربول يخافون من هذه المباراة، او الجماهير تكون متخوفة من هذه. شوف في احصائية، في شغلة احصائية وشغلة هذه نفسية، يعني هذه يعني سلبية على السيتي وايجابية ليفربول. يعني اخر 25 مباراة امام ليفربول في الانفيلد خسارتين، يعني هذه المترقبة اذا خسر ليلة ثالث خسارة على التوالي للسيتي. من 25 مباراة ما فاز السيتي الا مرتين على ليفربول في انفيلد. وهذه احصائيه، ترى في امور نفسيه اللي تكلم عن الارض والجو. هي الليفر اعتقد خسر مره واحده في انفيلد امام السيتي، كانت موسم 2020. مدريد حط الثاني، مدريد اضاف الثاني، مدريد حط الثاني. يا ساتر ميرو، انت ماشي صح. انا ماشي صح، ماشي صح. انا ناطر الثالث. انا قلت 2-1 بسنابك وموثق كل شيء. منو الثاني؟ ميرو مسكين. شوف ميرو، ميرو يعني المفروض تبلغ، ترى المفروض تكون حيادي يا ميسو. ميرو ما يبي ينقل الحجم. انا معلق عندي ال لا. فالفيردي هو اللي اضاف. فالفيردي باقي فينيسيوس. باقي فينيسيوس. انا مساء شنو قلت؟ وانت قلت كريستيانو يقول اخر 5 دقائق. يا معود ما يتبدل بسرعه. خلاص هذا العهد انتهى. باقي لنا فينيسيوس بس. ابو عبد الله تشكيله السيتي عندك؟ مو موجوده، هذا ما قاعد يطلع. ادرسن تشكيله السيتي. خل اقول تفضل. ادرسن في حراسه المرمى،
خط الدفاع كانسيلو باك يمين، روبن دياز، أكانجي، والظهير الأيسر نيثن آكي. خط الوسط دي بروين، رودري، غوندوغان. خط المقدمة برناندو سيلفا، إيرلاند هالاند، وفودن. طبعا هناك غيابات للسيتي، طبعا تشهد غيابات مثل كايل ووكر غير موجود، لذلك شفنا كانسيلو ينتقل للجهة اليمين ويلعب نيثن آكل اللي هو أساسا قلب يعني دفاع. السيتي راح يتأثر بغياب واحد ولا اثنين. صدق التشكيلة الثانية للسيتي تأخذ الدوري. لو السيتي يلعب بالتشكيلة الثانية بالدوري، الأول يأخذ السيتي، الثاني يأخذ السيتي. صحيح مقولة هذه إن غوارديولا معطي أرتيتا كم لاعب أساسي نافسه بالدوري، هل هالكلام صحيح؟ لا بس جاي من باب استهزاء. مستحيل من باب استهزاء. شوفها كابتن عادل ولا صدق؟ لا لا ما مو ولا استهزاء ولا شيء. هذه بعض الأحيان يقول الصحفيين يقول كم لاعب الصحفيين مو لاقي أحد يعني أبو عبد الله تشوفه بينافس نفسه قط أرتيتا، وأرتيتا بعد فايز الحين. أرتيتا آخر شيء يحاول ينافس نفسه، آخر شيء بالرابع. صدقني لو ليفربول اللي داخل على مثلا جابريل خيسوس ما يعطي ليفربول، لأن ليفربول منافس شرس بالنسبة لمانشستر سيتي في السنوات الماضية. خليك من هذا الموسم اللي ما يقدم في ليفربول مستوى جيدة. وهذا الكلام يعني قاله كلوب. لو السيتي ما يشوف أن أرسنال بعيد قبل بداية الموسم، بعيد عنه بغض النظر عن النتائج، لأن أنت ما تعلم الغيب، بس هو يشوف أن مستوى أرسنال بعيد عنه، فلذلك ممكن يتعاون معه ويعطيه بعض اللاعبين. كابتن عادل أنا يعني سمعت. استوقفني تصريح يورغن كلوب، هو لاحظني يمكن تصريحه قبل بداية المباراة أن نتكلم عن الفارق المالي ما بين الفريقين. مانشستر سيتي لا يجد أي صعوبات في التوقيع مع اللاعبين، في المقابل ليفربول يعني محدد ميزانية معينة. إيش رأيك بتصريحه؟ هو تكلم قال يعني كلمة وقال للصحفيين، يقول أنتوا تعرفون ليش تنطرون مني أنا أتكلم. إحنا نعرف تماما أن اليوم في أندية في أوروبا، في ثلاث أندية بالتحديد، وهو يقصد السيتي وباريس ونيوكاسل، تستطيع أن تعمل أي شيء في سوق الانتقالات. إذا ما كان نيوكاسل الفريق الرابع، ممكن تشيلسي اللي ممكن يعني عندها دعم لا محدود، وقال هذا ضمن القوانين، أنا ما أعترض عليه. ليش الأوروغواني هذا مهاجم كم يابا؟ مو بمية إيه بس باع هو باع يابا بمية مليون. لا إيه بس باع هو لاعبين بتسعين مليون علشان يشتري هو لمية مليون، بمقابل أن السيتي، تشيلسي، باريس ما يحتاجون يبيعون، يعني يبيع إذا اللاعب يبي يطلع. يعني مثلا جابريل خيسوس وهم ما باعوا علشان يشترون إيرلاند هالند، وهم مو مضطر يبيع علشان يشتري، وهو بيضيف إيرلاند هالند اللاعب يبي يطلع ويندفع فيه مبلغ. على عكس ليفربول، يعني من كلامك ليفربول يعني من كلامك الإدارة تبتدعمه، هو اللي ما يبي وهو اللي ما يجيب لاعبين. لا 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 العكس. هل الإدارة اكتفت لأنه حقق الأبطال، حقق الدوري؟ لا لأن أذكرك مرة أنت قلت هم هدفهم أصلاً أن يكونوا ضمن الأربع، بس هذا الهدف، يعني مو مطالبين بأبطال ولا بدوري. بالضبط. إيه؟ والدليل على ذلك لو هم إدارة ما عندهم طموح استمرارية. بالضبط. الإدارة أهدافها اقتصادية أكثر منها رياضية، فهم الجانب الرياضي بالنسبة لهم أن تصل إلى الشامبيونز ليج سنوياً، بس لأن هذا الأربعة يأخذ نعم. فلوس وصل. نعم. المدرب اللي قاعد يقوم فيه يورغن كلوب وفق الصرف اللي عنده، هو يعتبر قاعد يحقق أكثر من المطلوب. والدليل على كلامنا آخر خمس سنوات ليفربول بفارق البيع والشراء يعتبر المركز 18 في الدوري الإنجليزي. انسى مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، انساهم، وأرسنال، انسى هالفرق. ليفربول يصرف أقل من أستون فيلا، ليفربول يصرف أقل من أفرتون، ليفربول يصرف أقل من وولفرهامبتون، ليفربول يصرف أقل من توتنهام، ليفربول يصرف أقل من كثير من الفرق اللي موجودة اللي هي أساساً ما تنافس ليفربول. معناته هذا إعجاز اللي حققه. معناته تشوف إن تلاحظ إن إدارة ليفربول بالضبط يعني مو يعني إعجاز على المستوى المادي. شو أمس بالتصريح اللي قاله يورغن كلوب، شو يقول؟ يقول أنا لما أيبت ندخل على شباك الانتقالات، أي أشوف التشكيلة أقول هني لازم نحط لاعب مستقبل، هني لاعب ناشئ، هني لاعب جاهز. ما أقدر أسوي نفس السيتي وباريس إني أشتري دائما لاعبين جاهزين. فعلشان شري السيتي وهو أقوى فريق، وراح شراء أفضل مهاجم موجود بالسوق. كابتن عادل، إحنا دام يعني قربنا على الختام، إحنا بناخذ توقعكم للنتيجة وتوقعكم لمن سيكون نجم المباراة. كابتن عادل، مباراة السيتي واللي ضرب 5-0 للسيتي، 5-0 للسيتي. نجم المباراة إيرلينغ هالاند. إيرلينغ هالاند
ابو عبد الله 2-1 2-1 لمنو؟ السيتي. للسيتي. نجم المباراة أليسون هالاند. هالاند. نتجه لفقرتنا الأخيرة، فقرة يس شنو كيفك أو نو. كيفك ليش؟ قول قول أنت توقع بس تمسك علينا. لا حياد حياد لا. ميرو يقول عني. يلا يلا يس أو نو. فقرة الأخيرة، فقرة يس أو نو، بدون تأليف بدون تحليل بدون أي شيء، يس أو نو فقط. يس. والله بونياك سيحقق مع القادسية بطولة هذا الموسم كابتن عادل؟ لا. ابو عبد الله بشروط. يس أو نو؟ بشروط. بشروط بس احنا نبي يس أو نو، ما نبي تحليل. لا يس ان شاء الله اذا وفروا له محترفين. صح ان شاء الله. العربي سينافس على الدوري هذا الموسم كابتن عادل؟ لا. لا. احترام كلوب لبيب، احترام كلوب وبيب لبعض مزيف كابتن عادل؟ غير صحيح. لا. نعم يعني شوفه مزيف كابتن. نعم. عبد الله. الكلاسيكو اعظم مباراه على صعيد الانديه كابتن عادل؟ تاريخيا نعم. ابو عبد الله. نعم. نعم. صلاح سيتالق اكثر من هالند اليوم كابتن عادل؟ اتمنى. نبي يسره. نعم نعم. يعني توني بساعة قلت شو اسمه نو نو. كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة سواء في دعواتكم يا جماعة، دعواتكم لليفربول باقي الثالث، باقي دعواتكم يا أحباء ليفربول. والله اليوم يكرم المرء أو يهان، يكون دعواتكم يمكن يسمونها ما تدري. كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى استمتعتم معنا، والحين إن شاء الله تستمتعون في مباريات اليوم. شوفكم على خير.